السلام عليكم، معكم حسان في لعبة ميديفل داينستي. قبل ما نبدأ بس عشان تكون القناة حط لايك كذا يكون مقطع. Let's go. شو سوينا أمس؟ خلصنا من البيت. هذا الفخ جديد. خنزير. عندي رمح. خرشني الأرنب الله يقلعه. أوكي أوكي. خلنا نحاول نصيده. بسم الله. يطق الكلب. ورعون أبوه. بيقتلني. ما عندي سلاح. موت ارحم لي أمك. أوه. دمي اختفى. شوف دمي. صبر. شو ما مت. وات. شلون ما مت. أوكي. أوكي. اي صح، امس اخر شيء قفلنا فيه لما اعطاني 4 لحم. نايس. لما حطينا الزرع هنا. وينه؟ هذا هو هنا. هذا هو. اوكي. ما ادري ايش سالفته، لازم اسقيه ولا لا. على العموم خلينا نام الحين. وصباح رباح ان شاء الله. انت سالفتك انت هنا الفخ يا ابو الشباب. اوه دمي زاد حلو لما نمت. بس لسه ناقص. يبغالي اصنع رمح. وين الرمح؟ هنا. احتاج لوكس. اوكي اوكي. اوه حتى احتاج اسوي لي فأس. اوكي احتاج حصى. حصى في اللعبة ذا مرة صعب. ما ادري، ما تشوف، ما اشوفه يعني. يلا ينشاف. شوف مرة صغير. اوكي الحين نجي هنا ونقول فأس. ممتاز. اوه انا عندي اوريدي واحد. وليش ما قاعد يستخدمه؟ لما اضغط 2 ما قاعد يطلع اول شيء. اوكي كان معلق الظاهر. اصلا بينكسر هذا، فكويس سوينا واحد ثاني. وودن سبير احط رقم 3. بخلي هذه الحفاره 4 لان كل شيء اضغطها بالغلط. طيب هل اقدر ارميه؟ اي والله. اوكي الحين بعدين شوت اوكي 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 اقدر ارميه. خلينا نشوف. خلينا نشوف لنا شيء كذا نرمي عليه. تدرون ودي اسوي واحد ثاني جست ان كيس، لان هذا في الغالب راح ارمي واضيعه. خلنا نسوي ثاني، خلنا نسوي ثالث. ايش لا؟ في شيء هناك، في شيء هناك. ارنب وينه؟ من راح؟ خنزير ثاني. بسم الله كنا جايني. هذا كرنب. وش السالفة؟ وش ذول؟ أرانب؟ أوكي أنا ما أعلم أرنب. أبي الخنزير. الخنزير يعطي مرة كثير، بس إنه يجلد الكلب. أوه ما جته. بس إنه أوه والله جت في عينه. يا حبيبي وأقدر أخذها. نايس. حلوين والله. حلو الرمح مرة. والله قاعد أحرميه كذا. طب فين وين اللي رميته قبل شوي؟ أوكي قلت لكم أول واحدة بتضيع. هذا هو. اوكي جيتها. طيب حلو 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 مره. الحين صار الصيد مره سهل دام السالفه كذا. بس صوب ارمي. وين الغزلان؟ تعال وقف وقف شوي. بس شوي كانك رجال. يا حبيبي ابلع. والله صح والله قادح الرمح مره. في غزلان كانوا هنا قريب امس. شوف الارنب ما يعطيني شيء، يعطيني شويه لحم بس. والله ما ادري وينهم صراحه، يعني ما ادري وينهم. وكان لازم اروح للمدينه الثانيه، في مهمه هناك وبيعطينا جائزه، فممكن تكون الجائزه مره كويسه. ولا في غزلان حاليا. ما يا اخي امس على طول قابلت غزلان، ما ادري وين كانوا فيه. كانوا هنا الظاهر في الجهه ذي. طب هل لا, لا 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 ما اقدر اروح الحين لاني جوعان وعطشان وحالتي حاله ودمي ناقص. فلازم اضبط هالامور اول بعدين نروح يعني، لان الطريق في الغالب راح يكون خطر مره. والخنزير اللي تو كان المفروض وكلتهم عشان يعطوني سماد. المحاصيل اللي عطاريها وش صار عليها؟ هل خلاص كذا تكفي؟ ما يحتاج مويه، ما يحتاج شيء. ما هو منطقي. خلينا نشوف يمكن في شيء يوضح لنا. اصبر تو قريت انا يمديني اشيل المويه بالباك الشنطه اللي معي. خلينا نجرب. هي كم رقمها؟ 5.
خمسة صح؟ ايوه اقدر اعبيها الحين. بيشرب مويه بس. لا والله ما اقدر اعبيها، مو منطقي اصلا. شنطة قماش. طيب يمديني بالباكت او ووتر سكن. وين الباكت وين ووتر سكن؟ كيف اسويهم؟ يمكن لازم اشتريهم. طيب خل نروح نشوي لنا اكل بما اني جوعان، واتوقع الاكل راح يزود الدم، فخلني اكل. اوكي اقدر مره واحده مثلا اطبخ كذا 10. انا عندي 20 والله جمعت كثير. في صوت، في صوت، في صوت. خنزير الكلب. تعال جته ابلع. شو كله صامر الكلب. كم واحدة جته؟ ثلاثة. اوكي هذيك عشان هيت شوت يعني، اذا في الراس يموت على طول. نايس. حلو حلو حلو، هذه معلومة مهمة صراحة. ان روق وركز احسن من انك ترجم 10 حبات. اوكي ما قاعد يزود الدم. الاوت رولز هذه تزيد الدم. وش في بعد يزود الدم منها؟ اوه هذه تزيد الدم بعد. خلنا ناكلها. التفاح يزيد العطش، ما نبيه ما نبيه، ما احنا عطشانين. طيب خلنا ناكل هذه الاوت رولز مع انه ما عندي الا واحده. خلنا ناكلها. اوكي حلو. وش نسوي؟ هل اصنع لي بيت ثاني؟ ابني لي بيت. نحتاج 6 لوجز. اوكي يبي لي افضي شنطتي، معي اغراض واجد. والله عندي جلود، عندي جلود، عندي فروح حق الارانب، هذه كلها ترى تنباع، بس ما راح اجيب لي كثير، بس اكثر ابيعها يعني، او ممكن اقدر اصنع فيها شيء، ما حاليا ما اعرف، بس لازم نستفيد منها، لازم نستفيد منها. في صوت ثعلب ثاني. وينه؟ هذا هو. اخس اخس اخس. تعال، لا تعال احسن. ما جته، ما جت الكلب. مشكلة يعلق الزر مرات، يرفع يرفع بعدين ينزل الرمح. خلني اشتغل. انقلع يا بثر. اوكي خلصت. وداو وداو وداو. بسم الله. يوه يا شطفة مات. ما مات الكلب. اوكي لاعب تعب. روح انه الكلب. وين عصاتي؟ ما عندي رمح خلص. تعال يخرب ابوك. انقلع انقلع يا شيخ انقلع. اعطيتك وجه. الطق غريب في اللعبه. والله مره غريب. يلا دمي نقص الحين زود. انا لله الله يبترك. طيب الحين بس ابغى اجمع ال شو يسمون هذي؟ سترو. ايه سترو حقت البحر. هذولي هم. اوكي اوكي اوكي. مشوار مره مشوار. اوكي اتوقع كذا كفايه. والله ما ادري كم جمعت. بس خل نروح الحين نكمل البيت. صار عندنا بيتين بدل بيت واحد. اتوقع بدري على هالشيء بس خلاص دامني بديت. ما بقي شيء اصلا. شوي مخلص. هذه شجره يعني حلوه، مشكلتها بس انها داخله جوا البيت. شوف داخله هنا. فودي اقصها. بس انها حلوه يعني برا ما اعطيها ظل كويس. اوكي خلصنا من البيت. اي وات النار لله. انا غيرت مكان الباب زين. كان الباب هنا في الجهه ذي، كان خايس مكانه فغيرته خليته هنا، بس السرير صار مكان الباب الحين. يقلع بالغباء. يا الله نشبت ما اقدر اطلع. اوكي لازم اقعد. يقلع بالقهر. يقلع بالقهر. خلينا نقص هذه ان شاء الله تفرق. شوفوا كذا البيت الحين صار. وخري انتي. كان هذا الحين بيت كذا بيتي. اخر بيت الارنب ذا ما يبطل حركاته. في واحد هنا. جيب. فهذا كان كنت يوم بنيته بنيت مقلوب بالغلط. الباب ورا هنا. فعدلته قدرت اعدل، علق على اي وكذا واعدل. لكن ما تعدل السرير. شوف ما اقدر ادخل. قلاب الغباء. طب شلون اشيل السرير؟ يا ورع. ما اقدر ادخل جوا البيت. وش هالحركة الغبية ذي؟ افتح! اصبر انا اكسرك الحين. تكسر؟ انا اظن انت تتكسر. اوكي بنينا بيت ما ينسكن.
نايس 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 كلام الغباء. اوكي ايش الحال؟ خلاص بنخلي اي واحد يسكن نشوف هل يقدر يسكن فيه ولا لا. ان شاء الله ما يلاحظ ان السرير معلق الباب. يلا شكلك ايش تبي؟ ما عندي اسلحه. شت 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 شت, شت. ما عندي رمح. خليني اسوي بسرعه. ايوه خليك هناك ما عليك. حلو الجو صح؟ انقلع بس يلا تاك عند بيتي اقري الحياة. والله ظهر بروح للمدينة وببيع اللحم هذا الزايد او مو اللحم الجلد وحتى اللحم ممكن ابيعه. لا لا اللحم احتاجه ما راح ابيعه. وتعال فخل نروح نشوف المدينة وش اقدر اشتري. ودي اشتري سطل الموية او الووتر سكن. يا ووتر سكن يا باكت. في كلهم اقدر اعبي فيهم موية بس ما ادري اي واحد منهم اقدر اسقي. الظاهر الباكت ظاهر هذا المنطقي. السلام عليكم. وش ذا البيت ما شفته قبل. اوه اقدر اسرق اسهم وكذا. اوه ريبيتيشن قصت. ليه مين شافني؟ ما في احد. مين قفطني؟ ما كانوا فيه قبل صح؟ ليكم كانوا موجودين وانا ما ادري. يقول لك اذا سرقت وشافك احد تنقص الريبيتيشن غير. اوه شت والله ضار كانوا موجودين وانا ما ادري. نعم القهار. اوه هذا اللي امس كان مسوي مهمة بعدين راح ينام. اوكي اوكي بعطيه الخشبة يسوي منها سيف خشبي لانه وشو لانه في واحد قاعد يتنمر عليه فنبغى نعطيه ثقة شوي في نفسه. شو عندك انت؟ ميت مدري ايش. طيب تشتري. اوه يبيع سماد نقدر نشتري منه. اوكي اوكي نايس. خلينا نشوف وش ابيع له. فر ولذر هذه اثنين. ليه؟ ليش رخيصة مرة؟ اوكي ما راح ابيعها. انقرع انقرع والله ما ابيعها. ابيعها بخسارة. يمكن هذه تشتريها بسعر اغلى نفس السعر. اوكي ما راح ابيعها. انقرعوا. وين اللي اوه اذا ما بعتها ما راح اقدر اشتري الووتر سكن او الباكيت. طيب وين صديقتنا اللي امس اللي كنا مفروض نتغدى معها مدري نتعشى معها؟ مو هذه. لا لا مو هذه. اسمها ماتيلدا كان. يكون نايمة للحين. هذه لا مو بدي. هذه عجيز. كينجا. انقلع يا كينجا. ماتيلدا مو هذه. مو هذه لا. انتي ماتيلدا؟ لا. اولغا. كيف حالك يا اولغا؟ يا الله وين هذه بنت الذين؟ هذه هذه ماتيلدا. هلا والله. اوكي قاعد تتغزل وحاول. صار الافكشن اللي هو المشاعر يعني 22% زادت والقبول 60 يعني بدأت تتقبلني. انقلعي. انت تبيعين شيء؟ تغزل ذي بعد. اوكي متزوجة. ما ادري وين في واحد كان يبيع كان يبيع الووتر سكين وكذا امس. هو واحد من الرجال الظاهر اذا ما خاب ظني. هذا البزر اللي ما يبغى يكلمنا. انقلع. طيب وينه؟ اوه عندي سكيل بوينت الحين. وش ازيد؟ في عندي اكستراكشن نوليدج. اوكي وود كتر فاستر يصير اسرع في التقطيع. ايرون سيكر هذا راح يرفع لي الشنطه حقتي. والله هذا مديني اتدربه ابغى. ما اقدر. لازم تير 1. اوكي 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 لازم اول شيء نبدا باللي تحت هذول بعدين نرقى فوق حبه حبه. فخلنا نبدا بهذه اللوج بعدين ناخذ ذي بعدين ناخذ ذي او بعدين ناخذ ذي على طول ما ادري نشوف شو السالفه. الحين ما عندنا البوينت واحد واستخدمناه خلاص. اوكي في شيء ثاني غير هذه في اكثر من. اوه والله شكلها متشعبه مره. يعني انا بس تو كنت هنا مركز في الاكستراكشن. في هنا الهانتنج في الصيد في الفارمينج وكذا يعني اشياء. طيب ما علينا. في مهمه هنا 50 متر وينها فيه؟ ليكون آلوين. آلوين اللي ساعدنا أمس. إلا والله آلوين شو عندك؟ بقلت لأني خلاص حليت مشكلتك مع ذاك البزر. أوكي أعطاني خبز كجائزة. شكرا. الناس راح تنام فما أقدر الحين أكلم. شوف يقول not interested not interested كلهم راح ينامون. أوكي أوه يطلع في الخريطة إذا بائع ولا لا. شوف في شنطة صورة شنطة يعني هذه تبيع. هذه ما تبيع. لا في واحد جوا يبيع الرجال الظاهر هذا.
لا هذا شفناه قبل ما نبيه انقلع. في غيره يبيع بعد في هنا على الجدار بعد مهمة. وشو ذا؟ هذه مهمة ولا يبيع ده؟ ووتر سكين وشار بربر والله غالي. الووتر سكين بس للشرب، ما كتب انه اقدر استخدمه في السقاية. طيب تشتري الفرو والله نفس السعر. انقلعوا، انا اقول بس نروح نرقد. في شيء هنا في الخريطة طالع لي، تشوفون الشعار هذا الورقة جاي على الرجال هذا، شوف كل ما الف حوله يجي عليه. فما ادري يمكن لازم الصبح اروح اكلمه. طب خلينا نرجع ننام الحين. في فاست ترافل، اوف لو في فاست ترافل. طشي قاده، لا والله ما فيه. والله المفروض في فاست ترافل، يعني البيوت اللي ابنيها وكذا اقدر اتنقل بينهم وكذا. والله قاهرني ذا البيت، نقلع ابو الغبنه. بنيت على الفاضي. نيو كويست، جود مورنينج ماي نيبرز. اوكي عندي تشابتر 3 مهمه، يقول لك كومبليت سم كويست فور ذا نيبرز، سو على الاقل ثلاث مهمات. انا سويت واحده من اصل ثلاثه ما ادري حقت مين. وسكسسفل فليرتنج اللي هي تغزل، انا لعبتي الغزل صراحه. هذه البيريز وش سالفتها؟ يعني انا اكلتها امس تسممت منها، بس اتوقع لها فوائد يعني ثانيه. اوكي والله جمعت كثير خلاص مليت. انا الحين شلون لاعبي شبعان؟ ترى ما اكل شيء اليوم الصبح من صحيت. هل امس لما فللته خلاص يعني ما عاد جاع؟ معناته اذا شبعته والله يطول على ما يجوع. شكله كذا والله ما ادري. هل اقدر ابني شيء الحين؟ اوه هذه وش هي؟ ارتشري تارجت، هذه ارتشري، هذه عشان لو بتدرب على التطليق وكذا. ما نم داعي صراحه. وركشوب، هذه وش هي؟ اوه في وركشوب، خلني ابنيها. لازم احتاج لوجز زيادة واقدر ابني وركشوب. ما ادري شو اصنع فيها، يمكن اصنع فيها البو والاسلحة وكذا. ممكن الحين اقدر استفيد من الفرو اللي معي والخرابيط ذي اللي ما قاعد استخدمها. نايس، هنشوف لوجز هذه. اوه وش ذا؟ ويت انا ايش حطيت؟ وركشوب. احا يا كبرى. وات مشكلة ما اقدر امشي، ثقيل اللاعب مرة. اوكي بخليها كذا مرة حلو. ايوه كذا مكانها زين، بعيدة عن البيت شوي. اوه شو السالفة؟ اوكي خلصنا؟ يب. اوه لا لسه باقي فوق. اوكي الله يستر، شكلها نحتاج سترو زيادة، نحتاج لوكس بعد. النار الله هذا اللوكس اللي كل شيء تخلص. اوكي نحتاج ستروز مره كثير، مره. في هناك قريه ثانيه المفروض اروح لها، الجهه الثانيه ذيك، شوف ايش سالفتها يعني. والله ما 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 سيرت عليهم للحين. اوه نيو ليفل، اوكي جانا سكيل الظاهر جديده. اوه البوينت، كل كاتيجوري يعني لها بوينتس خاصة فيها. الحين هنا عندي في سيرفايفل في 2 بوينتس عندي. نايس. اوه هذا يقاوم التسمم، ما احتاجه صراحة. وهذه عشان نتحمل درجات الحرارة درجتين مئوية زيادة، يعني مثلا لو يحتر على 50 يصير يحتر على 52، ولو يبرد على 0 يصير على سالب 2. في درجتين زيادة في المقاومة. اوكي بس انا اتوقع بشوف هذه ظهر مهم بس انا ما اعرفها. اوكي سويتها. فيها تشيست وفيها وركشوب بنش. اوكي اقدر اسوي ستون بايك، يعني زي سبير بس اللهم انه حجري، وستون هو اللي هو الحفاره، وستون اكس. انا قاعد اسوي وشو؟ اي نوع اكس؟ مو انا قاعد اسوي ستون اكس اصلا، انا قاعد اسوي ستون اكس. 10 2 10 2، حتى نفس الاحتياج او نفس اي نفس الاحتياج. ثروينج روكس، اقدر اسوي حصى رج مع الناس وعلى الحيوانات. اوكي طيب وودن تولز، اقدر اسوي بو بس مقفل. اوكي ما في شيء جديد اقدر اسويه، كلها مقفله. الله يقرع ابوكم. هل من هنا اتعلمها لازم؟ وين سكيلز تالنت؟ ايوه من هنا الظاهر. هانتنج نوليدج، ستيدي هاند، الظاهر هذه لما ازيدها الكرافتنج نوليدج راح اقدر اصنع. شوف يحتاج تكنولوجي سكيم، والله اني ما ادري. والله اني ما ادري صراحه يعني. هذا الباكيت،
هذا اللي ابغى اسويه. بس ما كتبوا ان فائدتها تسقي، قالوا انك تجمع حليب من البقار وكذا او تعبي فيها مويه. اوه والله ما يحتاج كولكت، طلع البصل. اوكي والله شيء حلو. واعطوني سيدز الظاهر. وين اونيون؟ اي والله اعطاني سيد. اوه ما اقدر احط، لازم سماد، احتاج سماد لان الارض خلاص استخدمت، فما اقدر اني احط زياده، لازم اسمدها اول بعدين اقدر احط زراعه زياده او احط بذور زياده. طب خلينا نستنى لين الجزر يطلع بعدين نحط السماد. شوف خلينا نقدر هنا نسوي في وصفات عندنا. هل في شيء يحتاج بصل؟ ما في شيء يحتاج بصل. اه هذا وشو؟ اوه ميت وذ جريفي، هذا مع المرقه يعني حقته روستد ميت اللي انا مصلح منه كميه. كم يعطينا؟ كم يزود لنا من الدم او من الجوع؟ خلينا نشوف. سوى ثنتين الحين. وينه الروستد الجريفي قصدي؟ هذا ميت وذ جريفي يزيد 25. نايس والله نايس نايس نايس. خلنا نسوي كله. لا خلنا نسوي أربعة. اثنين اشبع يا ابوي اشبع. هلا والله. طيب خلنا نتروش، من زمان ما تروشنا. خلنا نروح نتغزل عشان نكمل مهمة ونشوف إذا في مهمات نقدر نسويها. طالع لي في مهمة هنا قريبة جوا البيت يمكن. اي والله وش هذا؟ أول مرة أشوف هذا. I need some crafting materials. وش أبي طيب؟ وش المهمة؟ وش الماتيريالز اللي أبغاها؟ deliver يبغى أربع logs، أربع هذا لوجز. ايه سهله مره، بيعطيني فلوس، بيعطيني 50 كوين. تعال تعال ابشر. ها من هنا بيعطيني جولد وبيعطيني شيء ثاني اسمه نسيت اقرا، استعجلت يعني تحمست يوم شفت الجولد. اوكي هذه اربعه عد هزه كذا بس. اوكي بطيء اللعب بس انه عد هزه جمعناها. هذه ودي بزيها احط فيها اللوجز مره قادها. والله تصميمها نفس لعبه فورست مره نفسه، وظهر نفس المصممين او شيء او ماخذين من اللعبه الاشياء. اوكي اسلم. اعطاني ريبيتيشن و50. حلو حلو حلو. تبي شيء ثاني ولا خلاص؟ خلاص اوكي. وش هذا الشعر؟ هل هذا عشانها؟ الشعار اللي انا اشوفه مو معناته مهمه، هذا اللي فوق هذا معناته الظاهر ان العمده او رئيس المنطقه، والله اعلم. طيب وين ماتلدا؟ خلينا نتغزل بسرعه. انا ما اخون ابي ماتلدا. صح اني ما اعرف شكلك يا ماتلدا بس زبد اني ما اخون. من هنا؟ معليش لكن قاطعتكم. اقدر اسرق ذا الوز؟ الوز مدري وز الزبده اقدر اسرقه؟ اوه بالفين والله انقلعوا. هذه ماتلدا نايمه. اصحى يا بنت الكلب قاعد ادورك لي ساعه. انا تصحين ولا شلون؟ خلنا نولع فيها. والله البنت بسابع نومه. طيب عندي فكره، دامها نايمه خل نروح الجزيرة الثانية، مو جزيرة ثانية، القرية الثانية. ممكن نلاقي عندهم شيء. هل أسبح لهم ولا أروح الجسر؟ هلا والله. شو اسم الجزيرة القرية هذه؟ بوروو. أوكي يا بوروو. اسمكم صعب شوي. هلا والله. هلا بالزين، بلا ماتلدا بلا هم. زبد إني ما أخون. هلا يا. تبيع؟ تبيع بيض بس. ما أبي ذا. متزوجة انقلعي، اصلا ما اخون انا. ايش قاعد تسوي انت؟ يبيع الباكيت 160 بس ما نحتاجه صح؟ يب ما نحتاجه. هذه ضربتها بالخنزير يغمى عليه الظاهر او يدوخ. كم؟ ب40. اوكي خذها في جيبك. اوكي وش تدير الفاضية ذي؟ ما في مهمات هنا الظاهر، الظاهر لازم اسوي مهمات بس. اقدر اسرق؟ والله كلهم طفارة ما عندهم شيء في الصناديق. مرحبا. هذا باكت اقدر اسرقه. والله ودي اسرقه. في باكت ووتر سكين، يعني ببلاش، هذا ب 200 وهذا ب 160، يعني احلى سرقة يا حبيبي. اوكي. ما عندهم تبن. فخلنا نرجع لماتلدا. ماتلدا صح النوم. لا ما بغيتي. ما اقدر اتغزل فيها فك. تقول ابغى وقت شوي بعدين تغزل. طيب من قلعي يا بنت الذين شرم عليك، شرع علي انا اللي طاق مشوار عشانك. في الاخير القاك نايمه في باكت هنا.
اخي مشكله في ناس في كل مكان اسرقه والله بيشوفوني. طب في ورا هنا شيء. اوه تصدقون ايش المهمه لازم اسويها؟ هذه اني اروح هناك. الظاهر هذه اللي يبغوني اسويها. طيب اجملنا اللي نسويها بعد شوي. نروح نرقد والصباح ندز. يب 600 متر يا بعدك بعدها يا حبيبي. والله المكان بعيد، بقينا 200 وشيء. وش ذا؟ وش هذا؟ اه من قلبه ووتر سكن حلو بلاش ولا حد شاف ولا حد درى. حلو احلى سرقه يا حبيبي. وبس هذه وصلنا. توقعت انا بلقى قريه بيوت بس كوخ واحد هذا اللي كان متزاعل معه يبغاني اسال عن الذياب. اوف والله عنده اشياء. ديني اسرقه. اوكي اخذت منه اعشاب بس عادي اعشاب في كل مكان. ستوناكس لا 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 باكت. في باكت بدي اسرق الباكت. ما يشوفني صح؟ قاعد برا قاعد جوا قصدي. هاي يا رب ما يدري يا رب ما يدري. اوه اشوى توقعت ان قفطني. اوكي ما درى عني يا اخي السرقة هذه شيء بطل. طيب عندي اغراض واجد فلازم نرمي شيء. هلا والله في صندوق برا في واحد خذها قبل شوي. اح ما يبغى يكلمني. ليش يا حياتي من مزعلك يا الكلب؟ طاق مشوار عشانك يا طزك طزك فخ راسك. وين راح؟ والله اخترق راسه. طيب متى اقدر اكلم طال عمرك؟ اوكي بكيفك. انا خذيت السطل حقك. خليك جوا انا بسرق. خليك جوا يا حمار تغلى علينا. مشكلة ما عنده شيء يسوى. ما عنده لا سكينة ما بي سكينة. اوكي جل بحتريه لين يطلع من البيت البتر ذا. نقصت الريبيتيشن. ما سرقت يا زق. الله يقلعك ما سرقت بس فتحتها. والله شكلي بسوي الاوتو سيف هذا. سوي لود 20 ريبيتيشن قصت ترى مرة كثير. ان شاء الله مو بعيد ان شاء الله قريب. لا والله اصلا ماينس عندي ماينس الريبيتيشن عندي ماينس واحد من الاساس. طيب خلينا نسيب بس نرجع عنده ماينس 20 عادي نحلها بعدين. الله يقلع ابوك يا تيس. نعم الله يقلعك منقص الريبيتيشن. فبقول له عن بسال عن الذياب. يقول في قطيعين كبروا بسرعه. اوكي قلت له هل نقتلهم؟ قال لا. اذا جينا بنحاول نقتلهم يعني بيموت مننا كثير مره، لكن لازم يكونون على يقظه المزارعين نفسهم. فبس قضينا. اوكي البيلدينجز عندي 3 من 4 من اصل 4. متى اقدر ازيدها زياده؟ ممكن بعدين اقدر. وانت خلاص دامك كرهتني اعطني ذي تيس واعطنا ذا كلب. يقول يسالني يقول ها وش صار على سامبر وش قال لك الرجال اللي سووه. فبقول له انه هو يتوقع ان الذياب ممكن تهجم على جوستوفيا اللي احنا فيها ودينيسا او دينيكا اللي جنبنا. يقول خلاص راح اضبط الدفاعات في جوستوفيا المدينة احنا فيها الحين. يقول فقال لكن المدينة الثانية دينيسا هذه ما ادري شو اسمها يقول لازم تستعد بعدي. فراح الحين واقنع داغوبرت. داغوبرت هذا ظاهر عمدة المدينة الثانية. فلازم نروح نقنعه ان ترى في ذياب جايين. اوكي يرعن شكلك يا بعيدين مرة يا تبن تبن 900 متر الله يقلعك يا حمار كلب شطاني فر. اوه 300 ينباع وزنه مرة ثقيل وانا ردي اللعبة اصلا يلا يشيل الاغراض. فخل نخليهم نحطهم في الشيست اللي عندي في البيت. خل نروح نشوف ماتيلدا. ايش فيكم انتم ملاحيز؟ اطلعوا شوف الناس برا. هنا بيتها الظاهر هي. اوكي ما تلدش عندك فوق. اوكي خلاص ما تبي تكلمني خليني اقول وخري. عالقين في السماء وخروا يخرب شيطانك انت وياها.
والله حاولت ادفهم بس ماش ناشبين مره. اوه ما اقدر انام الحين. اوكي اجد ما اقدر انام، خلني امشي من الحين وهناك اذا وصلت اقدر اسوي لي كام فاير وانام جنبها يعني. الدنيا سيئة ما ادري ايش يسمون امها. الحمد لله على السلامه. طيب اخيرا وصلنا، ما بغينا اخيرا وصلنا. والله حلو المدينه دي مره احسن من اللي انا فيها او اللي جنبي. هلا والله. طق الباب. طيب شوف، يا اقول لان اعرف عن نفسي يا اقول انا مرسول من يونيكاست. خلني اعرف عن نفسي لان عمي يعني سمعته مره كويسه، فقال عندك شيء يثبت انه قريب عمك او ذا؟ قلت له انا ما قد شفته طبعا، بس قلت له ان امي تقول انه عنده سكار في عينه او في خده اليسار. قلت له عن الذياب، قال والله ما جانا يعني ما كان في هجوم من الذيابه من سنين، يعني مو راضي يصدق. بقول لان سامبر هو اللي قال لي يعني علمني على المعلومه. فيوم قلت له قال اوكي باخذ الموضوع بجديه. قال I am out of logs، يبغى اجمع له لوجز الطاهر. If you can get me 40 40 قال اوكي بس راح اخلي يعني زوجتي تطبخ لك اي شيء تبيه، يعني نسوي لك اكل وزي كذا. قلت له اوكي يلا شكرا لله. 40 مره كثير يخرب شيطانك. طب اصبر وش الجائزه اللي بيعطيني اياها؟ اذا تسوى بسويها، اذا ما تسوى والله ما ادري بسويها بعد بس مشوار. اوه مو كاتبين وش الجائزه. ويا ليل ما طولك. يلا نشوفكم بعد ساعة يمكن. والله مطولين. اوكي والله جمعت واجد، تعبت مرة، والكلب راح ينام. انا قاعد اكرف هنا، هو راقد مكبر الوسادة وانا اكرف اني غبي. خلاص جمعناهم كلهم، الحين لازم احط لي كام فاير عشان انام، لان ولد الكلب نايم وسحب على امي، فلازم اسوي كام فاير انام، واذا صح اعطيت الاغراض. اوكي حلو 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 حلو. الحين خل نروح للتيس ذا ونشوف زوجته هل بتسوي لنا اكل ولا لا، لان هو قال لي زوجتي راح تعطيك اكل وكذا. هذه زوجته ماتيلدا. شبك هنا مو هي، مو نفسها، هذه عمرها 36. اوكي الله يقلع وجهك يا شيخ، قد دي قامت تخون. طيب اوكي انقل انقل عليك، ابغى اللي تعطينا اكل. هذه بتعطينا اكل الظاهر. اوكي ما يعطينا اكل. طب اسمع انت تعال قرب لي هنا بالله عشان اقدر اعطيك الخشب حقك. اصبر مو هو اللي ابيه، وين راح؟ والله هذا بجيح مره. تعال خذ خشابك ذي، باقي لك هناك 6. تعال. اوه هلا والله. وش ذا؟ عنز ب2000 خروف. اوه بيلي والله اشتري. في صغار. كم الصغار؟ 2500 2000. جود تو نو جود تو نو. توك تو ماتيلدا. اوه بتعطيني اكل؟ ايش ابي اكل انا؟ ابي فلوس. الله يقلعكم. طب الغزال هذاك شو وضعه؟ يقلع ابو الصيده، يقلع ابو الصيده في مخه. والله انا شبتها بمخه. هلا والله ماتيلدا، شو رايكم نبيع عليها الاكل اللي اعطتني اياه؟ اصلا شو اعطتني؟ اعطتني سوب. وفر يمه في جيبك، جمعت 40 خشبه حدود نص ساعه عشان تعطيني سوب واحده بس؟ يا بنت الكلب. يا بنت الكلب. طيب راح اوقف هنا، ايش رايكم استمتعتوا؟ بس نشارككم في القناه، حط لايك اذا عجبكم المقطع. سلام.